عايز بس يعني اوجه تحيه كبيره جدا لمراتي حبيبتي، ربنا يخليها لك يا رب. هي وقفت جنبي وقفه جميله جدا 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 بصراحه، ويعني مش عايز اقول لحضرتك قد ايه انا كنت فرحان جدا لما اتعرفت عليها واتجوزتها. قول لي عملت معاك ايه؟ طب عرف المشاهدين كده، قول لنا وقفت والله جنبك ازاي. انا اصلا من محافظه بني سويف وهي من القاهره، فنزلت القاهره اشوف لقمه عيش في القاهره، فمش عايز اقول لك وقفت جنبي قد ايه كانت بتساعدني، كانت بتديني فلوس، يعني بصي مش قادر اقول لك على اللي كانت بتعمله معايا، وبقول لها ربنا يعني يخليك بجد كانت ليا. وقفت جدعانه، بس كمان يعني انا طبعا طبعا يعني انا يعني بهني حضرتك عليها وبهنيها عليك ان انت طالع تقول ده على الهوا، يعني بجد ما شاء طبعا الله ربنا طبعا يخليكوا طبعا لبعض يعني. انا بقولها بكل حب، ويعني مش عارف اوصف قد ايه سعدت بيها، وبقول لها كل سنه وانت طيب. ربنا يخليكوا لبعض. بشكرك يا استاذ محمد على المداخله الجميله دي.